إجلاء 31 مواطنا نمساويا من غزة عبر مصر. النمسا تحيي ذكرى ضحايا هجوم فيينا في عامه الثالث. الداخلية تؤكد خلو احتفالات عيد الهالوين من العنف. صبي يفقد إصبعا بسبب انفجار قنبلة في عيد الهالوين. وارتفاع معدل البطالة في النمسا في أكتوبر. من النمسا ميديا أحييكم وأنقل لكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. ولتفاصيل النشرة، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية الأربعاء أن 31 نمساويا تم إجلاؤهم عبر معبر رفح إلى مصر بعد جهود دبلوماسية مكثفة. وكانت المجموعة تتألف أساسا من حاملي جنسية نمساوية، بما في ذلك 10 قاصرين وأصغرهم طفلة في السادسة من عمرها. وشكر وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ مصر وإسرائيل على دعمهما لعملية الإجلاء. وأعلنت الوزارة أنها ستستمر ببذل كل ما في وسعها لتمكين مغادرتهم بسرعة وأمان. قامت النمسا الخميس حفل تأبيد لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط مدينة فيينا قبل 3 سنوات، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وحضر الحفل المستشار نهبة ونائبه فيرنا كوغلا، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والشخصيات البارزة من الأحزاب الرئيسية في البلاد، إضافة لعمدة فيينا. وتحدث نهبة عن التعاطف مع عائلات الضحايا، مؤكدا على أن الإرهابيين لن يحققوا أهدافهم. واعتبر الرئيس النمساوي فاندن بيلن أن الذين خاطروا بحياتهم لحماية الآخرين يمثلون كل مبادئ النمسا وقيمها. November 2020 eröffnete ein 20-jähriger Islamist in der Nähe des Platzes kurz vor 20 Uhr das Feuer und lief unter anderem durch die Seitenstättengasse sowie das Bermuda-Dreieck, einem beliebten Ausgeviertel, in dem an diesem Abend viele Menschen den letzten Abend vor einem anstehenden Lockdown verbrachten. أكدت وزارة الداخلية النمساوية أن احتفالات عيد الهالوين هذا العام جرت في أجواء هادئة، وذلك بعد الجهود الأمنية التي بذلتها الشرطة لمنع تكرار أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في العام السابق. وأشار قائد شرطة مدينة لينز كارل بوغوتا إلى أن الشرطة اعتقلت عددا محدودا من الأشخاص بسبب استخدام الألعاب النارية المحظورة، لكن الوضع العام كان هادئا مقارنة بالعام الماضي. وأضاف بوغوتا أن الشرطة استخدمت طائرات بدون طيار وكاميرات لتأمين الأدلة بشكل شامل، مما ساهم في منع وقوع أعمال شغب. أصيب صبي يبلغ من العمر 11 عاما بجروح خطيرة في فيينا بعد انفجار قنبلة ألعاب نارية كان يحاول التخلص منها، التي ألقاها مجهول بين قدميه. وفقا للشرطة، كان الصبي يلعب في الحديقة في ليلة الهالوين عندما رمى أحدهم القنبلة أمامه، وقد حاول الصبي التخلص منها لكنها انفجرت لحظة لمسها وتسببت في فقدان إصبعا من يده. وقد تم نقل الصبي إلى المستشفى لتلقي العلاج. فيما قالت الشرطة أن القنبلة كانت من نوع بليتسكنيلشتساتس، وهي من الأنواع المحظورة. وأخيرا، ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 6.3% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 339 ألف شخص بدون عمل. وقالت خدمة سوق العمل في النمسا أمس أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بزيادة قدرها 22 ألف شخص عن الشهر السابق. وقالت رئيسة أمس بيترا دراكسل أن الزيادة في البطالة ترجع إلى انخفاض عدد الوظائف في قطاعي البناء والصناعة، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 100 ألف وظيفة شاغرة. وسجلت المهاجرون 13% زيادة مقابل 1.5 للنمساويين من العاطلين عن العمل.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفجارات على هواتفكم. وتقبلوا تحياتي أنا أسامة زهير ومن خلفي كادر العمل، وأتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى لقاء آخر.